وعليك باتباع الوحيين الكتاب والسنة واتباع سلف الأمة. يقول أحسن الله إليكم: هل طالب العلم الشرعي يدخل في القسم الذي يعطى له من مال الزكاة؟ نعم. هل يقول أحسن الله إليكم: هل طالب العلم الشرعي يدخل في القسم الذي يعطى من مال الزكاة؟ نعم، طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، والطالب الفقير يعطى من الزكاة، يساعد من الزكاة على طلب العلم. نعم.